السوق بالنسبه للاثمنه طالعه شويه خويا، الدجاج غالي 19 درهم 20 درهم وثمن السوق الجمله 17 درهم بالنسبه للوكال ما كاينش. انت كتشوف دابا باركين دابا الناس ما كيتقداو ما والو. انت دابا الخضره طالعه مطيشة 8 دراهم بطاطا 8 دراهم بصله 9 دراهم، الشراء بزاف اخويا على الدرويش صراحه مزيانه، الشراء بزاف شويه على الدرويش. خاص الناس والمسؤولين يشوفوا من حال الدراويش شويه اخويا، راه كلشي غلا دابا، الناس راه عباركين دابا والله العظيم حنا عباركين دابا. انت كنتشمشوها يلا كنطيح دابا واحد طاح شي سيمانه طاح وصافي ولا عطاني السوق طلع. والله اخويا دابا الاقبال دابا ما كاينش كاع الدجاج، ولكن السوق طلع دابا شويه. دابا ملي كتمشي للسوق 17 ونص الحمراء كاع اللي كان ديال الدرويش ديال 14 في السوق لا والو، كيمشيو على الديطي دابا والوقت غلاد دابا كلشي. الناس دابا كيتشكاو دابا، الناس راه شادين عصابرين وصافي والله لا صابرين. او 40 درهم دابا الديطي داير اخويا، دابا 40 درهم والجنا واحد والدراويش كاع دايرين 20 درهم دابا. والخضره هي غاليه بزاف اخويا وكلشي غلا، الله يعمر الله تعالى يصاب اخويا هادشي. الدرويش دابا ولا كيتفضل الدرويش ولا كيتفضل الديطاي اخويا، اللهم الديطاي. ولكن الناس راه تقهروا بزاف، قهرهم الغلا. دابا المراه كتقول لك عندي 70 درهم 80 درهم ما بقاش كدير ليها ثمن الغدا ديال الدراري، هادشي كلشي غلا اخويا، الله يعمر الله تعالى يصاب من عنده. ما كاين والو، هذاك الشيء عاك دوب، داك الشيء ما كاين والو اخويا، داك الشيء عاك دوب، داك الشيء ما كاينش. هذاك فيديو والله اخويا معاك دوب، داك الشيء ما كاينش اخويا، هادشي اللي كيقولوا كاع الحريف كيقول لك داك الشيء عاك دوب. هذوك عاشي براش دو قادو من هنا ومن هنا وداروا داك الشيء معاكدو، كيقولوا كلشي الناس يقولوا عاكدو. الاثمنه خصها تطيح شويه، خصو 15 16، وبالنسبه للبطاطا خصها دير 4 دراهم، والخضره مطيشه خصها دير 4 دراهم، والبصله خصها دير 5 دراهم 4 دراهم كاع. اخويا راه الدرويش راه بزاف عليه هذا الشيء، مسكين فغادي يعطي الراس دابا اللي كياخذ كيصور 100 درهم 120 درهم كيغادي يدير ليها هذا الشيء اخويا، راه ما كاينش الله يعمر الله تعالى يصور.